نحن كأطباء سوريا نعتز بهذه النشاطات لأنها تحقق أهداف عدة. الهدف الأول هو مواكبة التطورات العلمية ومتابعة المستجدات وتبادل الخبرات بين الأطباء وحضور الكثير من الأطباء من المحافظات السورية. الهدف الثاني هو اجتماعي، لقاء الأطباء بين بعضهم، منذ فترة طويلة لم يلتقوا بهكذا لقاءات. الهدف الثالث هو سياسي، لنعبر عن صمود أطبائنا في سوريا ضد الإرهاب بالعلم ومواكبة التطورات العلمية ومتابعة النشاطات العلمية وبكافة الاختصاصات. بعد انقطاع فترة من الزمن أكثر من 5 سنوات بسبب الظروف اللي كانت تلم بالجمعية، لكن معروف عن الجمعية هو نشاط عبر التاريخ، وهي رائدة جدا مجال النشاط العلمي ومجال الروابط والجمعيات. تأتي أهمية هذا المؤتمر أنه شامل لمعظم الأمراض جهاز الهضم على يومين متكاملين في عدد كثير من الزملاء المحاضرين من سوريا ولبنان، وخاصة أن هناك ورشة عمل قائمة الآن تقوم بتدريب الطلاب وطلاب دراسات عليا والأطباء على ما هو مستجد في عالم التنظير الهضمي ووسائل التشخيص والعلاج الهضمي. إضافة أن غنى المؤتمر بالمواضيع التي يشارك فيها الزملاء الأطباء، وغنى المؤتمر بالمعرض الطبي والدوائي الموجود، لأنه من خلاله يتعرف الزملاء على وسائل التشخيص الجديدة، وفي منا مثل ما شفنا هلأ خلال الجولة في وسائل التشخيص حديثة جدا وصلت لسوريا مثل ما هي موجودة بكل بلاد العالم.